كثير انواع. في غنية حزينة أكثر من لوين يا مروان على مهلك؟ لوين يا مروان وصبا بعطي مثل. هذه غنية عن البعد والحزن والحنين للأرض واللي بدك إياه وعلى مقام الصبا. أستاذ الله يخليه خليني غنية شي نهار. خليني فرجيكم شي نهار طيب كيف بيغنيها. لوين يا مروان على مهلك. ما علاقة ما لها علاقة. الغنية أنت بتعطيها. والضحكة شو هذا؟ هاي الأغاني أنا بتفكيني هاي. خليني أغنيها شي مرة بتحب أول. أنا عن جد شي على 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 شو اسمه؟ على بيانو. قديش تطلع مودرن؟ لوين يا مروان على بيانو؟ طب قسم لك على البيانو. بس هيك بس أكوردات يعطيني بس. ما في ما في ما فيني أعطيك. هي حلوة سولو أنا ما أصلاً بس يغنيها مغنى على الحل بتطلع حلوة. خلاص وصل الطلب. فهمت علي؟ ما قال علي المود الغنية الضحكة هي بس بس مش بس بالغناء كل شيء بالحياة. يعني مثل ما غنيت تاني مرة نصيف. الأول مرة غنيت كتير حلو بس تاني مرة الإفاء على الدينة كتير أحلى. هي هيك كتير أحلى. عليه بالعكس بالعكس جنن لكل شيء. في ابو الشوك كمان بجرب بايها ايه بجربها. خلي جرب بس هيك اسمع. لا 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 بديك تركز على غني من هلا لبعيد. مطران لوين عم مروان هلا يا ويلي يا استاذ. بدنا نشوف ممكن رجعوني غني هيك شباب. الله يخليك. الله خليني هي هيك بديك تركز على ما بعرف شو عن جد قولي هي شغف. استاذ هي حالك كنت عايزني اقرأ اتدرب على اي وحده؟ انت على اي وحده دربت؟ انا يعني انا سمعت انا حنضحك على حالنا. ما فيني احطك بهيدي. ما فيني احطك بولا غنيه فيها شرقي. يعني اذا في مجال بهو باغاني هذا البرايم هي لا لا تشكي فيه. قلت لك الفتاه الوحيده يلي امكاني تغني فيه. يلا اعطينا جربوها لو شرقوها لو بعدوها بعيوني رح بتضل. لو منعوها لو حبسوها لو جبروها من بيتها ما بتفل. لو غربوها لو شرقوها لو بعدوها بعيوني رح بتضل. لو منعوها لو حبسوها لو جبروها من بيتها ما بتفل. اوكي هاي الغنية فيها ثورة. اوكي بتعرفوا كيف بدكم تصيبوا احساس الغنية؟ تعالوا قوموا كلكم بليز قوموا كلكم. شو بدك؟ على البيت تعالوا على البيت ما لتفهموا الإفة تبعها على الدينة. اعطوني اياها كورال. اكزاكت على البيت 1 2 3 4. الديناميس هذا بتغنى فيها الغنية. الغنيتين لبنان رح يرجعوا هيدي. اوكي مثل عم غنيها انت كنت مثل كورال مثل عصافير حب يعني. لا خلص هي مش هاي الغنية. يلا اسمع. ما تتوحش. ليش ما بغني جوزيف البومه الجديد؟ في اغاني حلوة ولا خلينا بالسؤالات يلي اللي فيها نسألك. شو؟ غني معك يلا. لو غربوها لو شرقوها لو بعدوها من عينها رح بتضل. من عينها من عينها من عينها رح بتضل. سوري سوري سوري. ايه ده ايه ده سوري.
لو غرموها لو شرقوها لو بعدوها بعيوني رح بتضل لو منعوها لو حبسوها لو جبروها من بيتها ما بتفل حديثة نحكو البتكون ايه شو المشكلة صح؟ ايه عم تطلع شوي عن الطبقة يعني انت مشكلتك انه الاغاني لازم تتعلق لك حتى تظبط يعني هاي من هون ببلش انت ما معقول جربها شو عم تطلع شو عم تطلع كتير احسن ما بالعكس لو غربوها لو سرقوها لو بعدوها بعيوني رح تضل كمل لبعدين فكرة صعبة معا وعا تشغل بالا يلا وعا تشغل بالا ما تترك الحالة أنا والله كرمالة رح بتحدى الكل هاي وين هاي عادي مثل ما علاها هيدا كيف طبيعة أصوات طبيعة غربوها لو شرقوها لو بعدوها بعيوني رح بتضل لو منعوها لو حبسوها لو جبروها من بيتها ما بتفل لو غربوها لو شرقوها لو بعدوها بعيوني رح بتضل لو منعوها لو حبسوها لو جبروها من بيتها ما بتفل تشغل بالك ما تترك هالحالة أنا والله كرمالة رح بتحدى الكل وأنا من دون ضايع وشو بيحكوا مش سامع ويلي عمره ضايع ما بيرضى خسراني فل
بس